تحت عنوان طفولة وإبداع أقيمت احتفالية نتاج عمل الأطفال واليافعين ضمن برنامج مهارات الحياة في قسم الطفل بمديرية ثقافة حمص، وتخلل الحفل معرض فني وتكريم الأطفال الفائزين بمسابقة وزارة الثقافة وفقرات فنية راقصة. اليوم حفلنا هو حفل توزيع جوائز وزارة الثقافة، المسابقة السنوية لوزارة الثقافة اللي عم تطلقها كل سنة بعنوان طفولة وإبداع. حفلنا اليوم لنوزع للفائزين الأطفال من المسابقة السنوية، من الأطفال ذوي الاحتياجات، من أبناء الشهداء، الفائزين بمجالات مقالي تصوير والمقالي. فحبينا اليوم نعمل هذا الحفل تكريما لإلهم لحتى نشجع أطفالنا الآخرين ويكونوا ملهمين لغيرهم من الأطفال. بالنسبة كمان لحفلنا اليوم بيتضمن توزيع جوائز للفائزين بأصغر قارئ. كريم كأصغر قارئ، يعني أنا طبعا بحب هذا الشيء، وأنا طموحي أني أصير كاتب بالمستقبل. طبعا انا هلا حاليا بحب قص الروايات المشوقه والالغاز. شكرا للتكريم من وزاره الثقافه، وهو الخط فن وابداع وجميل جدا. حاصل على جائزه وزاره الثقافه الخط العربي، جائزه تشجيعيه. طبعا الخط العربي هو فن وذوق، هو حليه الكاتب وهو من الفنون الجميله. كتبت المقالي عن معلم الاشره، وانا الحاصل على الجائزه الاولى بالمقالي، ولما بكبر بصير كاتب، واتمنى اكون مهندس وكاتب واتعلم. حصل على جائزة بالخط العربي، فرحنا كتير بالجائزة، وشكرا كتير لكم، هاي الجائزة بتشجعنا وبتطورنا مواهبنا. تهدف الاحتفالية الى تشجيع الاطفال لمتابعة الابداع وتنمية مواهبهم وصقلها وتعزيز ثقتهم بانفسهم، اضافة الى اظهار المواهب وتطويرها بشكل دائم من خلال برنامج مهارات الحياة. الاخبارية السورية، أسامة ديوب، حمص.